بدأت علاقة البحرين بشكل مبكر مع بريطانيا عام 1820 من خلال معاهدة الحماية البريطانية. تطورت هذه المعاهدة لمعاهدات متلاحقة كانت نتيجتها بأن يعين مقيم بريطاني يشرف على تنفيذ هذه الاتفاقيات ويضمن عدم تحالف البحرين مع خصوم الإنجليز. تدخلت بريطانيا أكثر من مرة في سياق الأحداث السياسية الداخلية، أدى بعضها لحراك في الشارع البحريني. تطورت التجارة في البحرين بسبب الاستقرار السياسي حتى بلغت أكثر من 3 ملايين جنيه استرليني عام 1904. توالى حكام آل خليفة على الحكم حتى وصل الحكم للشيخ حمد بن عيسى آل خليفة. تدفق النفط بشكل كبير في عهده، ودخلت الكهرباء لأول مرة، وأنشأ أول قانون لإصلاح الغوص وحماية حقوق الغاصة، وأسس الشرطة وأصلح الجمارك. نصحت بريطانيا الشيخ حمد بالبحث عن مستشار بريطاني يساعده في إدارة الدولة، وتكون مرجعيته للشيخ لا لبريطانيا. سيكون هذا المستشار بعد سنوات مشكلة في البحرين ومحركا للشارع. تشارلز بلجريف وجد الإعلان في صحيفة التايمز بأن البحرين تبحث عن خبير في الإدارة والمالية والقانون. حصل بلجريف على هذه الوظيفة، وبعد سنوات وكله الشيخ حمد في إدارة الأمور التنفيذية للدولة. استمر بلجريف حتى بعد وفاة الشيخ حمد ووصول الشيخ سلمان بن حمد للحكم، والذي تصاعدت في عهده أهم موجة احتجاجات شعبية في الشارع ضد التواجد البريطاني، تقوده مجموعة بحرينية تسمي نفسها باتحاد الهيئة الوطنية. Sir Charles, what exactly is the job that you do here? I'm employed by the Sheikh as his advisor, and I'm the head of the Sheikh's government. And what was the cause of the trouble which happened when the foreign secretary was here on March the 2nd? That was an organized demonstration. It was anti-British, anti-Sheikh, and anti-me. كان الإنجليز ممسكين بأجهزة الدولة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية. كتب بلجريف يومياته في هذا الكتاب، وصف هذه الاحتجاجات والإضرابات عام 1956، وقال: إن شباب هيئة الاتحاد الوطني يريدون الجري قبل أن يتعلموا المشي. الهيئة الوطنية مجموعة كانت تقود احتجاجات وطنية ضد الإنجليز في البحرين، ربما هي الأشهر تاريخياً في تاريخ الاحتجاجات في المنطقة. هي كانت عبارة عن ثورة عمال ضد ممارسات الإنجليز، حقوق عمالية مهضومة، تفرقة عنصرية شديدة، فوقية للاستعمار وللوجود الأجنبي الإنجليزي في على ضد يعني أمام المواطن البحريني. فهي مجتمعة كانت، ما أعرف طبعاً الشرارة الأولى أين انبثقت، ولكن اللي نفهمه هي كانت ثورة واحتجاج ضد الممارسات الاستعمارية في داخل المجتمع. كانوا خليط من الثقافات والمذاهب. وش اللي يجمع بينهم؟ تجمع بينهم الوطنية. عندهم أيديولوجية معينة؟ اتجاههم يساري اشتراكي؟ أبداً ما كانوا مؤدلجين، وليسوا تابعين لأي من التنظيمات أو الأحزاب إن كانت موجودة في ذلك الوقت. كانوا مجموعة بحرينية مثقفة واعية، تملك وعي أعلى لربما من الآخرين، واستطاعوا أن يشكلوا بكاريزماتهم الشخصية هذه الاحتجاجات. من اللي كان وراها الثورة هذه؟ كان شخصية عبد العزيز الشملان، هي الشخصية الأعلى تقريبا، وهذا تم نفيهم هو وأصدقائه اللي كانوا يشكلون شيء نوع من القيادة لهذه الاحتجاجات. What is it that the committee wants? The committee wants reforms and want to participate in the administration of the country. Does it not participate
in the affairs of Bahrain at all at the moment? At all at the moment. People are not participating in their own affairs. It is only one man rule. بدأنا فيهم في البداية إلى جزيرة سانت هيلانا في جنوب أفريقيا التابعة للتاج البريطاني، وبعدها بسنوات أعتقد لظروف معينة تمنا فيهم إلى الدول العربية بين العراق ودمشق وغيرها. هذه صورة نادرة لأعضاء هيئة الاتحاد الوطني البحريني من داخل سجنهم في الجزيرة التي تم نفيهم إليها، جزيرة سانت هيلانا بالقرب من جنوب أفريقيا. يظهر في الصورة عبد العزيز الشملان وعبد الرحمن الباكر وعبد علي العليوات. هذه الجزيرة هي ذاتها التي نفي إليها القائد الفرنسي نابليون بونابرت. في الفقرة 14 أن باليغريف يعتقد أن الزعماء ليست لديهم أي قوة لأنهم أكياس هواء فارغة. باليغريف صراحة قال أخس من الشكل، قال إن فخره والباكر تنجسيرية، وقال إن الشملان زنجي من أصل هندي، وقال إن العليوات يسمونه أبو الشيكات لأنه يزور شيكات. يعني إهانة من البداية، كان يحتقرهم ويهينهم.